تبارك الله عليكم وليداتي العزاز، كي درتو كي بقيتو كي درتو شويه كي درتو مع الصحيحه خارج الوطن وداخل الوطن. الله يخليكم لينا العزاز الغاليين، الناس اللي واقفه معانا وكتبغينا من القلب. حنا عارفين كل شيء وشايفين كل شيء، واللي ما سيبغيناش ما نهضروش عليه نهائيا، كل واحد الراي ديالو. الله يخليكم لينا العزاز ويطول لكم العمر. جيت نهضر في واحد الموضوع ديال واحد السيده. كما قلت لكم خوتي العزاز، كنشكر الناس اللي كيقلبوا على المرسي، كنشكر الناس اللي باغيين يتواصلوا معايا وما لقاوش كيفاش، كنشكر الناس اللي واقفين في الدول الاوروبيه، كنشكر الجاليه اللي قديمة كتعاطف معايا في كل محنه. كنعطيكم الشكر الكبير. الناس اللي في الواتساب كنعطيكم الشكر الكبير. الناس اللي كتسول، الناس اللي كدير اي طرقات باش توصل لعندي باش تواسيني، كلكم لكم شكر وتقدير. جيت اليوم نهضر على واحد الانسانه اللي كانت كتنتقدني في اول ما دخلت اليوتيوب، كانت كتنتقدني وكتشحطني باش ما لقات، يا بسلك يا بعصا يا بحجره، باش ما كانت كدير فيديو عليا كانت تضربني وربي كبير. وانا كنت عاد في البدايات ومرا ما قارياش، كنت كندير داكشي عشوائي وهي كانت ما كت المهم كما كنقولوا ما كترحمنيش، وكنت كدير عليا فيديوهات بزاف، وكانت تقول كاينه ما كانتش كتقول الكلام اللي صدق، كانت شحال من كذبه وكذبه كتقول كلمه في المية اللي كتكون بالغها صحيحه، اما شي الاخر كان كله غلط في غلط او تيوصلوا لها غلط. انا ما جيتش نقول لها كذبتي، لا. البارح دارت عليا فيديو، هي سماتني بالسميه ديال نعيمه البدويه، وانا وهي عارفه راسها واخا تقول السميه نعيمه البدويه ما نضرهاش انا وما نسيريانيهاش وما نقيسهاش. جيت نهضر على بانوراما، انا جيت نهضر عليها، دارت عليا فيديو جيت نهضر عليها، ولا وشحال من الناس ما غيحملونيش نجبد الاسم ديالها. هي سبقت، هي دارت عليا فيديو، انا جيت نرد عليها الراي ديالي. خلي حميدي يصبح تبارك الله على المتتبعين ديالنا العزاز، كيصبحتوا لاباس عليكم، تصبحوا وتربحوا خارج المغرب وداخل المغرب. وتحيه لكم كبيره على هذه الوقفه اللي واقفين معانا على كلمه حق، والله يكبر بكم كي مكبر بينا ديما المتتبعين الغاليين. كل شيء واقف معايا وكل شيء في جنبي وكل شيء في صفي، ما واقفينش معايا القنوات من حقهم، ماشي كل شيء، لا مشكلة. من حقهم هذوك خصهم يخدموا على راسهم، ماشي مشكل. ولكن الناس اللي هما متتبعين واقفين معايا كنشكرهم بزاف، كنقدرهم بزاف. جيت نهضر على بانوراما اللي دارت فيديو ما هضرتش عليا في الاول حتى الوسط ديالو ولا الاخير، وشهدت بواحد الشهاده، واللي ما اعتقش بيا يدخل عند حنان بانوراما، راه هضر عليا في الفيديو د البارح، راه حطاني بالكسوه الزرقاء، هضر عليا في التالي ماشي في الاول. هضرتي على المشكل اللي عندي وقلتي لهم حنان بانوراما البدويه ما كتكذبش وما كتكذبش، عندها مشكل وانتي واصلك المشكل ديالي، وقلتي لهم اه بالصح انا كنسامحك على كل ضربه ضربتيني. لحقاش جا واحد النهار وقلتي الحقيقه، ولو الناس اللي طلعوا كلهم قال لك انا كنكذب، انتي قلتي لهم ما كذوبش كلشي صح وكلشي عندي، وما قلتيش داك الشيء بالتفاصيل. انتي قلتي عندي مشاكل وكنعاني من واحد المشكل فلوس كبيره، وما قلتيش على من. احترمتي الكلام ديال السير، واحترمتي واخا كلشي عندك، وما قلتيش الشخص ولا الشخصه، لا قلتي عندها واحد المبالغ باهظه اللي كتمر منهم نعيمه البدويه. انا جيت نشكرك اليوم حنان بانوراما، جيت نشكرك وكنشكرك الشكر الكبير. علاش؟ واخا انا انت ماشي في صفي وانا ماشي في صفك، وانا جيتي قلتي كلمه حق. الانسان كتشوفي كيقول كلمه حق ما تيبقالكش ما تقولي، كما تنقولوا تيحدهم لك، حيت انت ما عمرك جيتي في جناحي ولا اني كلمه حق قلتيها. كنقدرك وكنحترمك على هاد كلمه حق اللي قلتي،
وديك الكلام اللي قلتي كله بالتدقيق كاين، ما كذبتيش وما جيتيش من جنابك كما كنقولوا، هضرتي بصدق وحسيتي بالمر اللي كندوقه حيت قلتيه على لسانك. وشحال من قانا قدك ولا صغر منك ولا اقل منك قالت لك انا مثلت بداك القصه هذيك، وانت قلتي لهم لا حقيقه واصلك هذه 3 شهور بالفعل ما كذبتيش. كنحييك وغنوض عاودنا كل عصا من شي طرف بالله، انا ذكرتك وشكرتك ماشي مشكل، واحترمتك اللي قلتي فيا انا كريديات كبيره، وقلتي كنعاني من واحد كريدي بهيض، وهضرتي كلمه بحقي وما شرحتيش وما جرحتيش السمعه. كنزيد نشكرك وكنأكد لك ولو ناكل العصا من اي واحد. وقلتي لي الموضوع ديالك راه واخا طرحتيه ما غيشفق فيك حتى واحد، حنان بانوراما، انا درت داك الموضوع اللي شتيه حيت تشاورت مع ناس في الخاص عاد درتو مع المتتبعين العزاز، وقالوا لي حنا معاك باش انا درت داك الفيديو باش تكون في بالك، قالوا لي حنا معاك غير سمعينا صوتك. انا على نيتي درت داك الفيديو، درت داك الفيديو ما استجبلو حتى واحد، ما عنديش مشكل، حتى الناس اللي درتو عليهم عندي اعزاز وغاليين وعمرهم ما يطيحوا من العين، كل واحد كيفاش كيتصرف. سمعتيني ماشي مشكل، انا داك الفيديو اللي درت وجهت فيه ديك الرساله الكريدي درتو باش نتشفق، ولاني ما لقيتش الشفقه ماشي مشكل. كما قلتي انت يا حنان، قلتي لي درتي داك الفيديو غير باش تفشاو فيك، ايه تفشاو فيا، ولاني انا كانت عندي حرقه في قلبي باش توصل وصلتها، واخا تفشا فيا طرف طرف تقبية وعالم سوسو اللي تحيا ليها الله يكبر بيك، والله يكبر بيها، كتهضر في هذا الموضوع ويخلي لك الحاج، وكتقول هذا الموضوع وما كتفسرش، كتقول ناعمه عندها كريدي، ولاني حناها سميتها عالم سوسو شنو تيقولوا؟ تيقولوا صديقتي كتجي مني انا كنكذب، ولاني انت حنان ماشي صديقتي وجيتي مني كتكذبي؟ الا عالم سوسو كذابه، انت ماشي كذابه، انت عالم سوسو كيقول واحد صاحبتي كتكذب، انت ماشي كذابه، انت ماشي صديقتي، انت قلتي كلمه حق، تقدري غلطتي فيا وغلطتي فيا، ودابا ما بغيتيش تغلطي، ما بغيتيش تكذبي، ما بغيتيش كما كنقولوا تهزي على رقبتك، قلتي باللي انت واصلك واللي انت عارفه. تنحييك اختي، قلتي فيا كلمات طيبين، وانت قلتيهم المتتبعين ديالي سجلوهم اوديوات وصيفطوهم لي باش ما تقوليش انا ما كنتابعكش بزاف وما تنتصنتش بزاف، ماشي ما كنتصنتش، ما عنديش الوقت كل نهار نسمع الجديد، عندي مشاكل كتخص بيا، خطره كنطول خطره ما كنطولش باش نجيك نيشان، ولاني المتتبع هز لي داك الكلام ديالك اوديوات وصيفطولي، وتحيه لي كبيره. وانا 100% قلتي انا ما عندك وتقولوا وصلوا القراب على بنات خويا قصتي، انا ما تنقولكش وصلوك هادوك ولا هادوك، انا العين من الله من وصلك الموضوع، والموضوع وصلك من عند كريم 100% ومليون في المية هو اللي موصلك الموضوع، وما موصلكش كيسبني او تيخطي فيا، وصلولك غير اللي عندي مشكل، واخا يوصلولك انا مسامحه، انا كنهضر مع كريم ما كنهضر حتى شي مع شي واحد، كنهضر مع اصدقاء عندي عالم سوسو، كاينه خديجه تورينو، كاينين اللي قلت لهم عندي كريدي، ما طولتش في الهضره قلت كريدي وثقوا بيا، ومنهم كريم المراكشي، منهم خديجه تورينو، منهم عالم سوسو. هذا هو الفيديو اللي جيت به اليوم، جيت به على حنان بانوراما، وغنخلي لكم الصوره ديالها في الشاشه ديالي بالله، حيت هي حتى هي كتحطني في الشاشه وتضرق لي عينيا، انا قسم بالله من اديك واخا ما تضرقليش عينيا، صورتي بغيتي ديري عليها موضوع وتخدمي خدمي الله يعاون، انا غنحطك في الصوره ديالي، وغادي يدخلوا الناس يشوفوا هذا الفيديو، واللي ما ثقش بيا حنان بانوراما تكلمت عليا يدخل عندها القنطره حطاني، وما هضرتش في الاول ديال الفيديو، هضر منين نص الفيديو تكلمت على المشكل اللي عندي، وصلها العلم لله اللي وصلها، وجيت اليوم نشكر الناس اللي واقفين معايا تيقولوا لي ما تخافيش وحنا في جنبك وربي كبير
والله يخليكم لينا والهلا يخطيكم وشكرا ليكم. وراني عيانه شويه وهذا الفيديو ديالي. وتبارك الله عليكم اخوتي والله يخليكم لينا.